السلام عليكم، معكم جمال دغيجة، مستغل مقهى شاطئ لالا فاطمة. وبعد المناسبة حنا جانا القرار، عيطوا لينا السلطة وجاو عندنا السلطة سعد القائد، قال لك بان هو هذا المحل غيري. قلنا لهم حنا رحبنا بهذاك الشيء، حنا مرحبين بالديفلوبمون وهذا الشيء اللي كاين، ما بينا يكون خير ونتمنوا نستافدوا ان شاء الله اذا كان شي حاجه. كتطمحوا وكتوقعوا انه تكون تكون لالا فاطمه، حنا تنطمحوا باش لالا فاطمه تكون احسن. وعلاش لا ما ديش اللواء الازرق حتى هي، لان الشاطئ زوين والبحر حتى هو ديالو زوين بالنسبه للناس ديال السور، تيجيو ليه بزاف السياح داخل الوطن وخارج الوطن. وهادشي اللي كاين، حنا تنرحبوا بكل شيء وتنشكروا الناس اللي واقفه على هادشي، السلطه المحليه والعامل، والله ينصر سيدنا هادشي اللي بغينا نقولوا. بارك الله عليك، الله يحفظك ليا، الله يبارك.